السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. في هذا الفيديو سأوضح لكم زراعة النخيل من التمر أو عظم التمر. كما تشاهدون فهناك يعني حبتين يعني في طور النمو، الأولى ها هي والثانية أيضا ها هي. إذن هذه خاصة بشجر النخيل. طريقة زراعتها هي طريقة سهلة، الطريقة التي قمنا بزراعتها بها. كنا قد غرسنا عظم التمر داخل التربة. هنا أيضا نبتت لنا يعني نخلتان صغيرتان في طور النمو. الأولى هي كذلك قمنا بزراعتها من خلال رمي أو غرس عظم التمر الثانية الأطول حجما كما تشاهدون داخل النبات. يمكن نقلها لأصيص أكبر بدل أن تبقى مع نفس النباتات في مشتل واحد حتى تكون لها جمالية مستقلة.